يا جماعة الناس ديت في الشماسي الناس دي في الشماسي الناس دي في الشماسي بقى لها اسبوعين وثلاثة وفي قرار جه على الناس المغتربين اللي اتغربوا بهروب 10,000 ريال 10,000 ريال وسجن شهر والقرار متنفذ واحنا موجودين في السجن اصلا وعايزين السفير ووزير الخارجيه يفرجوا لنا حل احنا مضروبين وعاملين اضراب على الطعام من اليوم كام يا جماعه؟ 31/7 اليوم عاملين اضراب على الطعام وعايزين وزير الخارجيه يشوف لنا حل والسفاره المصريه تشوف لنا حل مش هيبقى ظلم من الكفيل وظلم مننا كمان السعوديه ظلمانا والكفيل ظالمنا طيب زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو وسمعتوه الكلام ده كان يوم 31/7 مشكلة حجاج البصمة ان هم دلوقتي جالهم شهر سجن و10,000 ريال غرامة هم انا ماليش علاقة الحقيقة بالاحكام بس بتكلم على السفارة ولجنة حقوق الانسان ودورها المفترض اللي تقوم بيه في مثل هذه الاجراءات ناخد استاذ عبد الفتاح من السعودية يقول لنا على تفاصيل اكتر على الموضوع ده استاذ عبد الفتاح برحب بحضرتك اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل ده شريف اهلا بيك اتفضل فندم المشكله ديت من 1434 احنا دلوقتي عددنا 37,000 احنا مش عددنا 5167 زي ما ست الوزير في الهجره بتقول العدد 5167 احنا عددنا 37,000 مصري مبصم بصمه الحج في ناس هنا تعبت خلاص في ناس عيانه مش عارفه تروح المستشفيات مش عارفين ندخل اولادنا المدارس في ناس راحوا الشماسي وخدوهم على الخلفيه ديت والفيديو عند حضرتك الان ضربين عن الطعام وفي ناس من رمضان ضرب عن الطعام 200 شخص لحد الان حضرتك في الشماسي فاحنا بصراحه رجعنا كل المسؤولين رجعنا القنصليه هنا في جده والسفاره في الرياض ومحدش سائل فينا ويقولوا انتوا اللي غلطانين انتوا اللي خالفتوا القانون احنا طلعنا مع حملات يا فندم ودفعنا فلوس وطلعنا وبصمنا على حدود مكه لان الحمله ما معهاش تصريح احنا ضحيه حملات وهميه 37,000 بني ادم مصري هنا بيعانوا في المملكه العربيه السعوديه احنا تعبنا وصرنا تعبت والله العظيم والله العظيم انا معايا الملف كامل ارسله لاي مسؤول مصري 37,000 طب يا ريت حضرتك ترسل الملف ده للنائب عاطف مخاليف وكيل لجنه الحقوق يرسل لي ايميله يرسل لي حضرتك في رساله وانا ارسله له الان 37,000 وليس 5,000 احنا يا فندم بنعاني معاناه صرخه للمسؤولين بنصرخ للرئيس بنصرخ لوزاره الهجره هنا القنصليه والسفاره مع الاسف الشديد يقول لك انتوا الغلطانين طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا يا فندم ضايعين، احنا مستعدين ندفع غرامات ماليه، ما عندناش مشكله، لكن انا اودي زوجتي واولادي الترحيل، هل ده يعقل يا ناس؟ طيب احنا مصريين طيب. ولا ايه بالظبط؟ احنا تعبنا، المشكله بقى لها ثلاث سنين، 34 و35 و36 هجريا، اقسم بالله ما سبت مسؤول في مصر الا ما نشدته، حتى رئاسه الجمهوريه انا شدتها، يقول لك ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، الناس هنا طفحت وتعبت، احنا تعبنا، احنا عايزين مسؤول يجي مع الوفد البرلماني هنا ويقابل ان سمو الامير محمد بن نايف يكلمه ويكلم الملك الرئيس السيسي يكلم الملك احنا تعبنا الناس طفحت الناس ما بتنامش الناس تعبانه طيب خلاص بشكر حضرتك شكرا جزيلا تعالي